এখন আমরা সূরাতুল হাক্কাহ শেষ পর্ব 29তম পারার 8তম পৃষ্ঠায় অবস্থিত 35 নং আয়াত থেকে আমরা তেলাওয়াত করব ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر وما هو بقول شاعر شاعر وما هو بقول شاعر وما هو بقول شاعر ফুট 100 বার বলার পরেও ঠিক হয় না, এটা তো ঠিক না, মনোযোগ দিতে হবে তো। وما هو بقول شاعر وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون قليلا ما تنزيل من رب العالمين ولو تقول ولو تقول تقول علينا ولو تقول علينا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه منه منه
باليمين باليمين لأخذنا منه باليمين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ভালো করে খেয়াল করেন عنه حاجزين একটা হা আর একটা হা একটা জিম আর একটা জা আনহু হাজিজিন ওয়াইন্নাহু লাতাযকিরাতুল লিল মুত্তাকিন وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ على الكافرين على الكافرين وإنه لحق اليقين وإنه لحق اليقين فسبح باسمي ربك العظيم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.